أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. على رغم توسع مروحة الحيوية السياحية مع استحقاق موسم الصيف اللبناني بامتياز وتقدمه على غيره من المواضيع، إلا أن الاستحقاق الوطني الأول انتخاب رئيس للجمهورية عاد إلى التداول، خصوصا في ظل معلومات عن بعض التأخير في عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان إلى لبنان، والتي كانت متوقعة بعد العيد الوطني الفرنسي أي منتصف هذا الشهر، وبالتوازي مع استمرار دعوات داخلية إلى حوار يخرق جدار أزمة عدم انتخاب الرئيس وظهور موقف لافت أو على الأقل متقدم للتيار الوطني الحر يؤكد الاستعداد لحوار ينتج توافقا على اسم، في مقابل تكرار قوتي لعدم الخوض في أي حوار والتمسك بالانتخاب في جلسة واحدة ضمن دورات متتالية، نقل عن أوساط دبلوماسية في العاصمة الفرنسية أن الإشارات الداخلية والخارجية تفيد بأن شهري تموز وآب لن يشهدا الحل للشغور الرئاسي، وأنه في حال عدم التوافق داخليا من خلال ضغط خارجي على انتخاب رئيس فإن الانتظار سيطول أشهرا عدة أخرى. الأوساط الدبلوماسية أوضحت للنهار أن ثمة عوائق تعترض مهمة لودريان، كما أن دول اللقاء الخماسي الباريسي في شأن لبنان غير مستعدة للدخول في بحث عن تسوية جديدة تطيح اتفاق الطائف بحسب تعبير المصدر الدبلوماسي، الذي أكد في الوقت نفسه أن الموفد الفرنسي يعمل بجهد كبير على خطته الإنقاذية وعلى مطبات ومعوقات يسعى إلى تذليلها حتى ولو استلزم الأمر بعض التأخير في عودته هذا الشهر إلى بيروت. في الغضون النائب محمد رعد طمأن الجميع أن حزب الله ملتزم اتفاق الطائف ولا يريد أن يعدل فيه حرفا، بل نريد فقط أن نطبق ما ورد في نص الطائف، مكررا التشديد على رئيس جمهورية لا يطعن المقاومة وعلى مبدأ التفاهم لانتخاب الرئيس. في مجال آخر أكدت أوساط حكومية أنه فور تبلغ مشروع الموازنة سيدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى عقد جلسات متتالية تخصص لهذا الملف لإنجاز مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب. الأوساط نفت ما يتم تداوله إعلاميا عن رغبة ميقاتي في توسيع مهمات حكومة تصريف الأعمال ومنحها صلاحيات استثنائية، الأمر الذي ترفضه القوى المسيحية. ميدانيا جنوبا تحركات مشبوهة لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بإحدى جرافاته أمطارا داخل الخط التقني، إنما تفاصيل النشرة نبدأها من الذي كشفه البطريرك الراعي اليوم بأنه طالب بمؤتمر دولي للبنان، ثم باستقباله وزير العدل في شأن القرن السوداء، علما أن سجلات حصلت في شأن اللجنة التي ألفها رئيس الحكومة. إذن البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي الذي التقى بعد الظهر وزير العدل هنري خوري في شأن القرن السوداء أبدى قبل ظهر اليوم شكوكا بإخلاص السياسيين للبنان، وأعلن أنه طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار. دعا البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان لطرح القضايا الخاصة به، بسبب أن المسؤولين في لبنان لا يجلسون سويا على طاولة الحوار لأن مصالحهم الخاصة أهم من المصلحة العامة بحسب الراعي، الذي تساءل قائلا إن لم نستطع الجلوس حول طاولة الحوار والتحاور حول الشؤون الخلافية فحول ماذا سنتحاور؟ كلام البطريرك الراعي جاء خلال إطلاق وثيقة لقاء الهوية والسيادة بعنوان رؤية جديدة للبنان دولة مدنية لا مركزية حيادية، حيث أكد أن لا حوار إن لم نتعمق بالأسباب الموجبة للحوار، وأثنى البطريرك الراعي على بنود الوثيقة. ليما بيقعدوا على طاولة بنظري وإن شاء الله يكونوا مغلط وبعتقد لا، لأنه إذا قعدوا على طاولة وبيطرح السؤال يا جماعة شو بنا؟ شو مرضنا بلبنان؟ شو مشكلتنا؟ قلنا 30 سنة من عيني منها، ما بيقدروا يطرحوا السؤال لأنه هيدا السؤال إذا طرحوه رح يبين كل واحد عنده مصلحة خاصة وبيهمه أنه هالمصلحة الخاصة ما يضحي فيها، لذلك بيهربوا من الحوار. فشو قلت أنا؟ قلت تعال إذا اللبنانيين المسؤولين مش قادرين يقعدوا على طاولة يتحاوروا ولبنان مات لأنه عم بتفتفت
وشعبنا عم بفل، ولأنه المسؤولين مش قادرين يعالجوا مرضه. لبنان مريض، ما بدهم يعرفوا شو مرضه، ما بدهم يعالجوا مرضه. قلت فإذا خليكم في، أنا أدعو إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الأساسية اللي بتشكل مرض لبنان. بقى بقراءتي لهذه الوثيقة قريت ليت الجواب، هذه الوثيقة كافية حتى نقدر أو نحن كلبنانيين أو المجتمع الدولي يلتقى وشوف شو قصتنا. وغير هيك نحن ما عندنا خلاص، إذا بدنا نضم هيك يعني قدامنا مثل واحد شايف قدامه شخص عم بيموت بيتفرج عليه ما بيعمل له شيء، ما فينا، ما حدا منا بيقدر يعمل شيء. لقاء الهوية والسيادة مشكورين لأنه قدموا محاولة كيف فينا نشفي هذا المريض اللي اسمه لبنان. من جهته شدد ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق على أن اللبنانيين يجب أن يعملوا لمصلحة الوطن وليس لمصلحة الطوائف والأحزاب. وهذه الوثيقة هي مدخل مهم وأساسي للحوار ولتواصل الفرقاء جميعا حول رؤية وطنية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للدولة اللبنانية، وليس كما ذكر سيادة النطران المصالح الفئوية والخاصة لمكونات الوطن. بدوره عدد رئيس لقاء الهوية والسيادة الوزير السابق يوسف سلامة أبرز بنود الوثيقة: إنشاء مجلس شيوخ على أساس التمثيل المذهبي وإقرار نظام داخلي له على أن تكون رئاسته من خارج القيد الطائفي، إقرار قانون انتخابي جديد لمجلس النواب وفق النظام الأكثري وخارج القيد الطائفي، واعتماد الأقضية والمدن التاريخية دوائر انتخابية متساوية نسبياً احتراماً لما تركت من بصمات في تاريخ لبنان بعيداً عن منطق العدد وثقافة الهجرة والإبعاد. هذا قبل الظهر، وفي الثانية بعد الظهر قصد وزير العدل هنري خوري كركي في شأن مسألة القرن السوداء، والتقى البطريرك الراعي على مدى 40 دقيقة وأكد له أن التحقيقات في الملف جدية وهي بين أيادي قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل الجهد لكشف الحقيقة. وشدد الوزير خوري في تصريحه على أن القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري، ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات فيما يخص بلدتين. إنه التحقيقات بهالجريمتين جدية، وهي بين أيدي قاضي التحقيق الأول اللي عم بيبذل كل نشاط وجهد لوصول أو لكشف الحقيقة. من يعرقل العمل في، نعم، في تحديد قرار. أنا بينت إنه في قرار طلعته القاضي، في لجنة خبر عينتها بعد لحد هلأ ما كملت المهام، كافة المهام المطلوبة منها، وفي مستندات لم تبرز بعد من بعض الفرقاء بالملف. هاي اللجنة لجنة استشارية إدارية، هاي اللجنة لا يمكن أن تحل محل القضاء القاضي العقاري بالشمال أو أن تصدر أي قرار بيتعلق بعمل التحديد والتحرير على الإطلاق، والنتيجة اللي بتتوصلها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء اللبناني أبدا. هاي لجنة استشارية يمكن حب دولة الرئيس أنه يقوم بمساعي لحل هالنزاع. في الغضون وفي إطار التعليق على مواقف نواب بشري والدكتور جعجع الرافضة تأليف اللجنة، صدر بيان عن الرئيس ميقاتي. صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي: إن رئيس الحكومة وانطلاقا من موقعه المسؤول وفي ضوء التطورات الأمنية الخطرة التي حصلت في منطقة القرن السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية،
تأخذ أحيانا أبعادا طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المؤلفة منذ عام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرن السوداء، وأضيف إليها الشق المتعلق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية يشمل أيضا درس موضوع توزيع المياه وطرق الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة إلى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية. إن تأليف اللجنة بالشكل الذي تم فيه حصل انطلاقا من طبيعة المهمات المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه. أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظا للدور الأساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علما أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بانتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أشار في بيانه الصادر إلى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، وعلى رغم ذلك فإن النزاعات لا تزال مستمرة، ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي. وفي كل الأحوال وفي ضوء ما أثير من اعتراضات ومزايدات، فإن دولة الرئيس ميقات اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وطلب منه التريث في دعوة اللجنة إلى الانعقاد وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الأعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة. في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني، رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض مع وزير الدفاع العميد موريس سليم للأوضاع لا سيما الأمنية منها، وعرض الرئيس بري مع مدير المخابرات في الجيش العميد الركن توني قهوجي الأوضاع الأمنية، وبمناسبة الخامس من تموز يوم شهيد أمل رأس اجتماعا استثنائيا للمجلس المركزي في الحركة، قدم خلاله الرئيس بري شرحا للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة وموقف الحركة منها، كما بحث المشاركون في شؤون تنظيمية واتخذت القرارات الملائمة. في السراي الرئيس ميقاتي رأس اجتماعا للبحث في موضوع الموازنة واجتمع مع وزير الداخلية ومع قائد الجيش. ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي الحكومي بحث في موضوع موازنة سنة 2023 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاد الشامي ووزير المالية يوسف الخليل، وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على أن تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال أسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء. ولاحقا اجتمع رئيس الحكومة مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة. كما اجتمع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون وعرض معه الوضع الأمني وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم استقبل ميقاتي رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية واطلع منه على عمل التفتيش المركزي. كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من الهيئة الإدارية لجمعية رعاية الأطفال في طرابلس برئاسة السيدة سمر بركة. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من بلدة الناريت الجنوبية: نريد رئيسا للجمهورية نأمن عليه ومنه بألا يطعن المقاومة في ظهرها، ومع ذلك نحن في الداخل نمارس كل الأساليب الهادئة التي يمكن أن نتفاهم مع الآخرين لنحقق مصلحة البلد، لكن الآخر أصبح متوترا ولا نعلم لماذا. وأكد رعد أن حزب الله ملتزم اتفاق الطائف ولا يريد أن يعدل فيه حرفا، نحن نريد فقط أن نطبق ما ورد في نص الطائف. وزاد: نحن لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة كفى تشويشا وكذبا على أنفسكم والعالم وتحريضها علينا، باعتقادنا أنه إذا طبق الطائف كما ورد في نصه لأمكننا تجاوز العديد من المشكلات والأزمات، نحن أهل التزام. المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الذي عقد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل رأى أن سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدد بالتمدد إلى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفا بحسب البيان. هذا الأمر يهدد الشراكة الوطنية، مما يحمل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الانتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهد للاتفاق على اسم الرئيس أو بالذهاب إلى التصويت
وليفز من يملك الأكثرية، ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على أسس سليمة. وجدد تأكيد انفتاح التيار على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تأليفها. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بعد عودته من مكة المكرمة وأدائه مناسك الحج دعا لكي يكون الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصل إلى حل يفضي انتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض. لقد أصبحت مؤسسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس والفوضى على كل المستويات، وإذ ذاك لا ينفع الندم. ونبه المفتي دريان من التقاعس والتمهل في معالجة انتخاب رئيس، فالمسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه لجماعة السياسة بما سماه الأهمية القصوى: نحن لا نحتاج نظرية الضرورات لتكريس دولة الخراب، إن ما نحتاجه وجوب الخلاص لا تدوير الفراغ، وما نريده دولة وآليات طبيعية لمؤسسات وواقع طبيعي، وإلا فإن الضرورة والخراب يسيران معا. ووصف واقع أن القوى السياسية تحتاج وسيطا دوليا للتلاقي، بمعنى يتلخص بأن لبنان ينتحر والقطيعة السياسية طغيان وفاشية وخيانة لمصالح لبنان. إن المطلوبة حوار مباشر وتسوية رئاسية حكومية تضع لبنان على سكة الخلاص الوطني، ومن دون ذلك البلد متروك للنزوح والجريمة والبطالة والفلتان والطغيان التجاري النقدي والجمعيات الدولية ذات الساتر الإنساني التي تعمل لرسم الخرائط الملغومة للحظة الكارثة. الثقة هي مفتاح الحل، صرخة أطلقتها مجموعة الاقتصاد والأعمال عبر مؤتمر الاقتصاد الاغترابي، مقرونة بدعوة إلى التلاقي والحوار بين المغترب اللبناني والقوى السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لإعادة المستثمرين إلى لبنان. صرخة بدوية أطلقها المغتربون اللبنانيون خلال انعقاد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي انعقد في بيروت بعد غياب لسنوات بسبب الأحداث والأزمات التي أصابت لبنان. المغتربون اللبنانيون ناشدوا المسؤولين بوضع خطط ورؤى اقتصادية لإنقاذ لبنان، مؤكدين عودتهم رغم خسارتهم لودائعهم في لبنان، متأملين بإعادة بناء الدولة من جديد لإعادة ثقة المغترب ببلده. لازم ندعم لبنان، يعني دورنا أساسي، لأنه لبنان بلدنا ونحن عملنا يلي قدرنا نعمله تنقدر نغترب من كان وجودنا بلبنان، ومن هون الانطلاقة. طبعا رغم الظروف، بس المهم هو انه ما بلبنان ما نبلش نقول انه المغتربين هن الحل، وانه هن رح يجوا يساعدوا الاقتصاد اللبناني ورح يشيلوا لبنان من ازمته. لازم يكون في الاجراءات الضرورية اللي كلنا صرنا نعرفها، مش بس خطط النهوض، الاصلاحات اللي هي لازم تجي كمان مع هالخطة الاقتصادية الاجتماعية. قطر ما تركت لبنان، يعني بذكر مؤخرا من إذا بنحكي من يعني حرب تموز اللي قامت فيه قطر وتبع ذلك من مؤتمر الدوحة، واليوم اهتمام القطري السياسي وبالمشاريع الكبيرة. المغترب اليوم تحتاج إلى تحفيزات لتساعده أنه يتشجع يرجع بلده، وإعادة الثقة بالبلد المغتربين لهم دور كتير مهم فيها. المغترب هو حالة اقتصادية وحالة ممكن تعطينا الثقة وتخلي البلد يرجع يوقف على أجريه، لكن لازم يتم التعامل معه ضمن القوانين، ضمن نجذبه ضمن استثمارات معينة مع تحفيزات لتساعده أنه يرجع يشتغل ليخلق فرص عمل بالداخل اللبناني. أما بموضوع المودعين، المغترب حقه اليوم مثله مثل كل الناس المودعين بلبنان انه يصدر قانون من المجلس النيابي بيقول انه عدم سقوط حقوق المودعين مع مرور الزمن، وبالتالي انه نعطيهم حافز انه انتم اللي اشتغلتوا ما راح. ونقول عن جد رجعوا لبنان مثل ما كان، رجعوا لبنان مثل الدول اللي احنا عايشين فيها، خلينا نرجع نستثمر بلبنان، خاصة انه انا من المغتربين اللي اشتغلوا بلبنان 18 سنة بقطاع الهندسي. فلينا من لبنان للظروف السياسية، للظروف الأمنية، للظروف الاقتصادية، لنأمن مستقبل لأولادنا، بس قلبنا معلق بلبنان وضميرنا مع لبنان وشغلنا منتمنى نرجع نشتغل بلبنان. بعد أملنا بهالبلد منيح، ودعوتي لكل المسؤولين والقيمين بهالبلد أنه يرجعوا يلتفوا حول الأزمة ويشوفوا مشاكل الناس ولعب عينوا منها، وفرصة لهم أصلا يرجع ثقة لهم، لأنه هني خسروا ثقة
بعض هالمشاكل اللي تسببوا هني فيها وكانوا سبب فيها اللي كانوا فيهم يعملوا كتير مجهود مشان ما تحصل وصارت أوكي صار اللي صار. هلا الخطوة والبوست والاتجاه إنه نجدد الثقة بالبلد. دورنا واحد أهدافنا هو الترويج للمنتجات اللبنانية والشركات اللبنانية بالكويت وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع اللبناني والمجتمع الكويتي. فنحن من وقت التأسيس قمنا بالعديد من المبادرات اللي بتساعد لبنان خاصة من بعد الأزمة من بعد كوفيد وانفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية. وفي الختام تم تكريم عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية من لبنان ومختلف الدول العربية إضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة إيدال وعدد من المستثمرين. فاصل فنواصل. في الجنوب الحدودي تصدى الجيش اللبناني لجرافة للاحتلال الإسرائيلي كانت تعمل خارج السياج التقني في محاولة منها لخرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل وإرساء أجواء استفزاز. وكان فريق من ضباط اليونيفيل قد تفقد الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان عبر مروحية تابعة لليونيفيل التي نفذت طلعات استكشافية على علو منخفض فوق الخط التقني انطلاقا من محور تلال العديسي وحتى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ خراج بلدة شبعة. الوضع الجنوبي حضر في نشاطات مجلس النواب. أشار النائب فادي علامي بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب إلى أن الوزير لاحظ خلال حضوره مؤتمر بروكسل أن هناك تفهما أكثر من السابق لملف النازحين السوريين. وعلى صعيد آخر كشف علامي أنه تمت مناقشة موضوع الخيام على الحدود الجنوبية وسيكون هناك دراسة ميدانية للجنة. كذلك شدد على أهمية إحياء الهيئة الوطنية للمخفيين والمخطوفين قسرا لمتابعة هذا الملف الإنساني. وضح معالي الوزير وين الخيام موجودين، وهن أكيد موجودين بالأراضي اللبنانية وما في مخالفات من هالناحية هاي، ولكن في للأسف ضغوطات مثل العادة من الإسرائيليين. وبهالإطار هيدا كمان كان في مناقشة عامة عن هالموضوع هيدا، وفي دراسة لزيارة ميدانية رح تقوم فيها لجنة الشؤون الخارجية لهالمواقع هيدي بأسرع وقت، وعم نجرب نعمل الترتيبات اللازمة لنشوف على الأرض تماما شو عم بيصير نحنا ونساند موقف الحكومة وموقف الدولة اللبنانية بحقية لبنان بهالأراضي هاي الموجودة فوق. رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشيل موسى أكد أن السجون في لبنان تعاني من أزمة كبيرة خصوصا من الاكتظاظ، مطالبا بتخفيفه عبر خطة عمل استثنائية من خلال إمكان استخدام مباني حكومية جاهزة تكون ظروفها أفضل ووضعها الأمني متوافر، ومن خلال تسريع المحاكمات بصرف النظر عن الروتين الإداري. تخفيف هذا الاكتظاظ بتسريع المحاكمات وتخفيف او يعني بصرف النظر عن الروتين الاداري اللي عم بيصير، فلابد من ان يكون هناك تسريع وان يكون هناك خطه عمل متكامله من اجل تسريع هذه المحاكمات، وطبعا تفعيل المواد بالتوقيف الاحتياطي المادي 108 على سبيل المثال وحسن تطبيقه. كما انه يمكن اليوم المحاكمات بدها يعني مكننة وهناك يمكن إمكانيات أو هبات موجودة بهذا الأمر، علينا أن نستعملها بالشكل المناسب. في خلال توقيع كتاب مودهيرا للكاتب علوان نعيم أمين الدين في جريدة السفير، أكد وزير الإعلام زياد مكاري أن الأزمات والانقسامات السياسية في لبنان تتطلب من الجميع الترفع عن الأنانية والاعتراف بالخطأ. كذلك وجه مكاري تحية إلى العاملين في تلفزيون لبنان لتفانيهم في العمل على رغم ظروف المعاناة والمشكلات والأوضاع الصعبة التي يعمل لحلها. احنا أكيد قبلنا أن تكون بيروت عاصمة الإعلام 2023، بس كلنا بنعرف أنه هي عاصمة الإعلام ونقطع السطر. يعني أنا كنت دائما أقول أنه
إذا بدنا نظبط بلدنا كل ما بسافر، إذا رحت على بلد حلو بقول لازم أولادنا يسافروا، تسفر كل اللبنانيين يشوفوا كيف ممكن بلد يكون حلو تيرجعوا ينقلوا هالجمال لبلدهم. بس كمان بالإضافة لذلك لازم نروح نشوف بلدان فقيرة مثل الهند تكمان نقبل أنه نحن عايشين بنعيم، وهذا النعيم ما تفكروا أنه حدا هدم غيرنا اللبنانيين. أنا بوزارة الإعلام قد ما بشوف أرشيف، قد ما بشوف لبنان القديم يلي يقال أنه زمن الجميل وزمن الذهبي تبع بيروت تبع لبنان، في درسين. الدرس الأول أنه بلدنا كان أحلى بلد بالعالم ونحن يلي خربنا. السياسيين عنا عايشين بالنكران على جميع المستويات، بيستلموا وزارات، بيستلموا حكومات، بيستلموا عهود، بيستلموا مسؤوليات، خبصوا بدفع ثمن. نحن ما حدا بيعمل نقد ذاتي، منا موجودة بفلسفتنا مع الأسف. طالما ما حدا بيعترف بخطأه وما حدا رح يعمل نقد ذاتي وما حدا رح يتحسن، فالبلد مع الأسف رح تبقى هيك. بدي أشكر تلفزيون لبنان إنه هون هالموظفين اللي أكثر موظفين بالدولة اللبنانية عم بيتعبوا وعم يتظلموا. أنا بقول إنه أنا بوعد إنه يعني بعمل كل شيء تا حسن الوضع قد ما فينا تا ما يموت هالتلفزيون يلي هو جزء من كل حدا منكم طفولته وحاضره، ونتمنى يكون كمان مستقبله. نكتفي بهذا القدر من بث ما في النشرة بسبب نقلنا المباشر بعد لحظات لمباراة الفريق اللبناني الأولمبي لكرة القدم ضد عمان في الجزائر. مشاهدينا الكرام نشكركم ودمتم بخير.